تعرفين تفلشين؟ ايه يلا يعني تزينة بالتفليش؟ انا اللي افلش هسه تروح الكرة هناك عادي عادي مو مشكلة هسه فلشي حتى نبلش الأسئلة حسب الكرة اللي تختاريها اوكي هاي الكرة بسم الله ممتاز ماني متعود على ذيك زين هسه فلشنا انا همين افلش اختاري كره ها اختار رقم ايه. كره اي اضربيها اي كره راح تنضرب راح تنسالين على اثرها سؤال يلا عاد هيك عشوائي براحتك يلا زين انت هسه ضربتي الثلاثه ماكش نزل ثلاثه ثلاث اشياء تندمتي عليها بحياتك سويتيها وتندمتي عليها ثلاث اشياء ما حتصدق الشغله الاولى شنو الشهره ها الشهره ندمتي عليها اي فوتتني ب بسراديق خلينا نقول ما حبيتها فوتتني بمشاكل ما حبيتها فوتتني ما كنتي تدرين يعني هذا هذا سواحد يجي يقول يعني شنو أنا أقول لك ليش أنت مو واعية ما تعرفين ما شايفة قبل لا طبعا وأنا أصلا يعني ما صارت لي أي مشكلة لا 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 أنا كمشكلة بمجال الشهرة بالعكس أنا الكل يعاملني باحترام فظيع يعني لا عاد شنو المشكلة بنظرة المجتمع لهذا الوسط إحنا نعرف هسه أنا وأنت والناس المتفهمة تعرف أنه كل الأوساط تعاني من مشاكل طبعا أي بس شوي لأنه إحنا مسلط علينا الضوء فتصير واضحة واضحة أكثر المجتمع شلون ينظر للشخصية المشهورة؟ خصوصا البنية أي ينظر لها أنه هي متاحة أها طبعا والمشكلة بلال أنا حكيتها قبل مرة وأرجع أقولها النماذج السوري التافهة اللي بوسطنا اللي خلت الناس تأخذ علينا هيك نظرة حلو نختار طوبة